بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، هذه المحاضرة رقم 15. نبدأ في اليوم في الشابتر الثاني اللي هو بيم كولومز. تكلمنا على بيم كولومز احنا قبل، يعني لما تكلمنا في بداية على البيمز، قلنا البيمز اللي هو بيم كولوم تكون معرض، يعني إلى اكسيال فورس، وعندي في نفس الوقت هي ترانسفيرس لود مثلا. ممكن يكون حتى مش مثلا حتى ليش اسمه هو جزء من، خاصة لما تبدأ يقول عندي فريم زي هذا، يبدأ عندي في الأخير حتى عندي مثلا مش لازم يكون عليه ترانسفير مو ترانسفيرس لود، لكن يكون عليه مثلا شو اسمه مومنت، يعني ممكن يكون في النهايات في نتيجة مثلا الزلازل والارتكويك، لكن في الأخير يبدأ عندي هنا عندي مومنت، وعندي هنا في اكسيال فورس. معناته نجي نحلل نلقى ان عندي مثلا في اكسيال فورس وعندي مومنت عليه، يعني ممكن يكون بالصورة هذه، يعني بيتي الصورة يعني مومنت، المهم عليه مومنت يعني اتجاهها مش مهم توا بالنسبة لنا. يعني يبدأ انه معرض يعني رئيسيا، يعني بيم كولوم معرضة الى اكسيال فورس ومومنت. يعني طبعا ممكن مومنت يكون في اتجاه الاكس، ولا ممكن حتى يكون في اتجاه الاكس والواي، يعني باي اكسيال. يعني باي اللي اخذنا المعادلات يعني بتاع اللي في اللي اخذنا في باي اكسيال بيندينج، اخذنا انها هي متى يكون عندي اف بي يو على فاي بي ان انتراكشن اكويجن، انت تكون اكبر من بوينت 2. هذه الانتراكشن اكويجن حتكون قلنا احنا هنا في الاخير متى يكون هو هذا كبير، نديروا ريدكشن في الجزء الخاص بالمومنت. يبدا هي تبدا المعادله متاع البي يو على فاي بي ان زائد 8 على 9، تكلمت عليها هذه في البندنج باي اكسيال بندنج، ميو اكس على فاي من اكس زائد ميو واي على فاي من واي، المفروض تكون اقل او تساوي واحد. عندي بدها تكون بي يو على فاي بي ان اقل من بوينت 2، يبدا عندي ان الريدكشن بيصير في هنا، يبدا هي على فاي بي ام فش اسمها 2 هنا بنقسمها فاي 2 فاي بي ان زائد ام يو اكس على فاي من اكس زائد ام يو فاي على فاي من واي، تكون اقل او تساوي واحد. صار عندي هنا هذا هو الانتراكشن اكويجنز بتاعي، امتى يبدا عندي الاكسيال فورسز ومومنت مع بعضهم في اتجاه الاكس والواي. هذه هي يما نستعمل المعادله هذه، هذه عندي زوز اكويشن اللي حددها لي اللي هو البي يو على الفاي بي ان تكون اكبر من بوينت 2، نستعمل المعادله هذه. امتى امتى تكون اقل من بوينت 2 نستعمل المعادله هذه، قلنا امتى تكون اكبر من بوينت 2 حندير ريدكشن في جهه المومنت، والثانيه امتى تكون اقل من بوينت 2 ندير ريدكشن في الاكسيال فورس بتاعي اللي هي الكونتريبيوشن بتاع اللي هو هذايا هنا. فهي هذه خذيناها طبعا في من البايكس، واعتبروا خذينا حتى الجزء هذا فقط، قلنا متى تكون بي تساوي بي يو تساوي صفر، فناخذوا المعادله الثانيه وخذينا معناها هذا الجزء هذا وبدينا نخدمه به تو. لكن هنا تو عندي ثلاثه، يعني اما عندي معناها اكسيال فورسز وعندي مومنت في اتجاه الاكس والواي، نشوف نطبقوا فيها هذه. كان خذينا مثلا مثال واحد، عندي قوة هنا وعندي هنا اكسيال فورس بي دي تساوي 160 اعطاها لي كيلو نيوتن، وعندي هنا
بلايف أعطاني 450 كيلو نيوتن، أعطاني هنا 2.5 المسافة هذه متر، وهنا 2.5 متر. أعطاني صار هذه كيو دي تساوي 20 كيلو نيوتن، هنا كيو ال تساوي 55 كيلو نيوتن. اللي هنا دبليو 250 ضرب 73، الاي هنا يعطاني اي 992، اي على الاف واي متاعها 345. يبيك هذا هل في الوضعية هي ساتسفايد اللي هي الاي اي اس سي الريكوايرمنت، معناها نبي المفروض نبي ندير تشيك عليه معادلاته هي متاعي، لما هذه هذه طبعا على حسب البي يو على الفاي بي ان، اما هي وبنطبق فيها المعادلات متاعي. هذا المومنت طبعا هنا الواحد حول السترونج اكسس معناها حول الاكس، ما عنديش ام يو واي، يبدا بنطبق هل في المعادله هي ولا هديه، والمفروض ان المفروض ان تكون في اي من الحالتين طبقت في هذه ولا هذه المفروض ان تكون اقل من او يساوي واحد. كان مثلا لما نقول انها ساتسفايد الريكوايرمنت بتاع الاي اي سي وكانت طلعت اكبر من واحد، معناها مش اوكي هذايا، ما يتحملش الواحد عليه. به يبدا نيت هو هنا صار عندي الاف واي اعطاها لي، هو كان اعطاها لي 345 ميجا باسكال. عندي تو هنا نقدر نجيب البي يو، هو اللي هو مفروض ان بي 1.2 بي ديب زايد 1.6 بي لايف، اللي هي معناها يساوي 1.2% و60 زائد 1.6 في 450 يعطيني 912 كيلو نيوتن. نجيب هو حتى هو الالتيميت لود بتاعي اللي هنا، يبدأ هي عندي الكيو هنا كان بنجيبها 1.2 في 20 زائد 1.6 في 55 ال ام يو اكس تساوي هنا معناها اللي هي هنا الكيو يو في ال على 4، ولا خلينا نجيبوها هنا بالطريقه هذه، خلينا نرسمها من جديد هنا خيريه افضل يعني، نعاودها يعني هنا الواحد نحط القوه متاعي توه التيمت لودز متاعي توه اللي هي هنا طبعا هنا طلعناها قداش هدية بيو تساوي 912 كيلو نيوتن. هنا عندي في الوسط نطلع لي هنا اللي هي 112 كيلو نيوتن، طبعا هذه المسافات متاعي 2.5 و2.5 متر. اللود هيك يعني يبدا رد الفعل متاعي هنا، القوة هي تتقسم على 2، 112 على 2 معناها 56 يعني كيلو نيوتن، 56 كيلو نيوتن. طبعا نقدر نجيب المومنت متاعي الماكسيموم هنا حيكون هدايا، اللي هي هنا 65 وضربها في 2.5 معناها تطلع 140، معناها كيلو نيوتن في متر. التابل طبعا احنا المفروض اني ناخذ اللي هي طبعا هذا طلع توا البي يو والام يو اكس يعني زوز، مازال بنطلع الفاي بي فاي بي ان ونبي نطلع الفاي ام ان اكس. باهي التيبل طبعا بتاع اللي عندي قلنا تيبلز اللي تكلمت عليها في المحاضرة أول محاضرة، أنا
نقدر نستخدم الجداول بتاعي، لان ما دام عندي اللي هي اعطياني الاف واي هي 345 والقطاع هذا يا دبليو هنا، نقدر نخش بالتيبل بتاع الخاص باللود كولوم لود، يبدأ لي طبعا المفروض اني نخش بال عندي هي كي اكس الاكس على ار اكس على ار واي، والكي واي في ال واي عليه هذه اللي هي بس يعني لا ايه كي واي في ال واي باهي، بنشوف اللي هي طبعا هي معناها تو الرقم هذا معناها بالنسبة لي واحد وخمسة هنا، يبدأ عندي كأن عندي 5 متر بنقسمها على ار اكس على ار واي، وهني عندي حتى هي 5 متر باهي. طبعا هي الرقم حيكون اكبر من 2، وهي المفروض ناخذ الاكبر، معناها نقدر نخش بالرقم هواي اللي هي معناها كان نخش بالكي واي، الواي حتساوي 5 متر والاف واي تساوي 345، يعني تو كم تخش الجداول بتاع هي انا لقى لها عندي رقم هنا، انت بنقسم على 5 بيبدا طبعا الار اكبر، هذا اكبر من حيكون من اكبر من 1، الار اكس دي ما اكبر من الار واي، يبدا بدنا بنخش اللي بناخذ الكبيره فيها هم منهم هم معناها هي تو 5 متر هذه، من الثانيه تو بنقسمها بيبدا تطلع اقل، معناها بنخش بالكي واي الواي يساوي 5 والاف واي 345 ونطلع الفاي ب ان. نشوفوا جداول اهي جداول، طبعا هنا هذا بتاعي نجي هنا الجداول بتاعي، شوفوا هذه اف واي 345 هنا افيلبل هي سترينت ان اكسيال كومبريشن فاي بي ان بالكيلو نيوتن دبليو شيبس باهي. نبدا نشوف انا عندي هنا شو اسمها القطاع بتاعي اللي هو 250، بنشوف ال 250 في 73 طبعا نشوف هنا 310 يبدا تنقص 60 52 بعدين نفسها 310 مجموعه 310 تنقص تنقص لين بعدين بيخش في ال 250 ما يطلعش في الكاميرا، نحاول ايوه 73 يطلع باهي. يبدأ نيتا ونشوف اللي عندي بالنسبة لي يعني اللي هو 250 في 73 250 في 73، شفتوا ال ار اكس واي تو كان جيت خشيت هنا بنخش بالجداول ونبي نخش بالكي اكس الكي اكس الاكس عليه بنقسم على الرقم هو اللي هو 1.7، معناها بنقسم 5 على 1.7 كده بتطلع اقل من 5، طبعا هي 5 على 1.7 اقل من 5 ولا، وعندي كي ال واي يساوي 5 بناخذ الاكبر انا في الكي ال هي طبعا اللي هي معناها الاقل، طبعا احنا ديما هنا الجداول مبنيه على ان اساس ان افكتيف لينث اللي هي في الكي ال ويز ريسبكت تو اللي هو الاقل راديوس اوف فاريشن هو الار واي يعني بتاعي، طبعا معدل الجداول هذه لازم انا معناها مش نبي نخش بالجداول بنستعمل الكي اكس الاكس على ار اكس، معناها لازم نعدلها بالطريقه هذه لازم نقسم عليه الرقم هو، لذلك الجداول المعده اول ما تلقى خانه تلقى هي الار اكس على ار واي، لكن عاده لما تلقاهم الزوز متساويات الكي ال والكي ال اكس والكي ال واي متساويات معناها نفس الرقم زي توا 5، معناها ناخذ من الاول الكي ال واي تساوي 5 وخلاص هي لان هي اقل راديوس اوف فاريشن، لكن كان اختلفت الارقام المفروض اني نخش بالزوز، لكن لما نخش بالكي اكس على الاكس مقسم على الرقم هو وفي الاخير ناخذ الكي ال الاكبر، يعني هذا طبعا هو بنعدل بيه مش يبدا كانه يشتغل معي كانه يخش بالجداول بكي ال واي، يعني لازم ندير التعديل هذه يعني باهي. يبدا هنا عندي 73 نجي هنا ونتبع ثلاثة وسبعين عندي نجي نتبع في هنا 73 ونمشي هيكي لين نوصل للخمسة هنا، أما شو اسمها الإفكتيف لينت هنا من صفر إلى
رقم 15 يعني مرة من الأول، بعدين 0 2 2 ونص 3 3 ونص 4 4 ونص 5. المهم نشوف، كان طبعا ما لقيتش ما بيناتهم، أنا ندير زي انتربوليشن يعني، لكن أنا عندي من الأول هنا رقم 5 نقدر نشوفه، عندي الخمسة اللي هي، ونشوفها هنا 250 73 اللي هي معناها 1858. يبدأ عندي 5 VN، طبعا كان مش الكي مختلفة، وال يعني الاف واي، خلينا نتكلم على الاف واي مختلفة، واحد ما عندي جدول تاني يختلف عليها، عندي ما زالت جداول خاصة باللي هي بالقطاعات الأوروبية، الاف واي هي حتكون 355 والقطاعات هي اتش اي يعني، وكان هذا معناها بتحتاج انك تحسبها بروحك يعني، زي ما خديت في اللي هي سي اي 307. ماشي، ال تو صار طلعنا هنا، طلعنا نشوف اللي ثاني هنا، انا شنو طلعت انا هنا، طلعت البي يو هذه، طلعت الفاي بي ان تو، طلعت الام يو اكس، ما زال نبي نجيب الفاي من اكس ونشوفها ما معادله بعدين نطبق فيها. به يبدا هنا حتى نقدر نخش بالجداول نتاع اللي هي نتاع زد اكس تيبل، نقدر نخش بالزد اكس تيبل ونطلع شنو اسمها البروبرتيز نتاعي، عندي زد اكس تيبل نقدر نطلع اللي هي عندي فاي ام بي اكس تساوي 307 كيلو نيوتن في متر، من الفاي بي اف هتساوي اللي هي 16 كيلو نيوتن، البي هذه 2.733 متر، والار تساوي 9.625 متر. الامبريس لين طبعا احنا بتاعنا اللي هي هنا شو اسمها 5 متر هي، لان حتى ما فيش شيء مثلا شو اسمها ما اعطانيش هو شو اسمها لاترال سبورت ولا حاجه هنا، لا مسافه كلها تامه، امبريس لينك حتى هي 5 مالها. يبدأ هنا نقارن بينهما، نلقاهم بيناتهم يعني، ار يبدأ نستعمل المعادلة متاعي هنا متاع الحسابات متاعي، فاي من اكس تساوي سي بي ناقص فاي المفروض تكون اقل من فاي ام بي اكس. طبعا الشكل هو بالنسبه لي نتاع عندي كونسنتريتد لود في الوسط وما فيش بريست في الوسط، معناها البريسنج موجود بس في النهايات عندي فقط. السي بي هنا نقدر ناخذها من الجداول واضحه من الاول انها 1.32 يعني، اذا نقدر نعوض طبعا عندي كل المعلومات نقدر نعوض نطلع الفاي من اكس يعني اللي هي هنا 1.32 فاي ام بي اكس قداش اللي هي 307 ناقص 16 نضربها في 5 ناقص 2.733 اللي هي تساوي 357.36. طبعا مقارنوها بالبلاستيك مومنت المفروض هي تكون اقل او تساويه، طبعا هي طالعة أكبر أكبر من شو اسمه فاي ام بي اكس، معلش بندير ناخذ الفاي ام اكس هي نفسها حتكون 307 يعني
ان هذه اقصى حاجه احنا قلنا هنا لازم تكون اقل او تساوي الفاين بيكس اللي هي معناها عندي هنا 307. ما طلعت اكبر منها ما ناخذهاش نوت اوكي، هذه هي ما ناخذهاش، ناخذ الثانيه اللي هي فاين بيكس كيلو نيوتن في متر. يبدا تو هنا نشوف اما هي انتراكشن ايكويشن اللي هي بناخذها معي، وانا بنطبق في القانون بتاعي بي يو على الفاي بي ان. نبدا عندي هنا عندي 912 على 1858 وين 491 اكبر من 0.2، معناها ناخذ المعادله الاولى اللي هي البي يو على فاي بي ان زائد 8 على 9 مي اكس على فاي من اكس. طبعا ما عنديش الواي يعني مش لازم نجيبها مالها توا، يبدا نقدر نعوض هنا هذه طالعه هي فا بي يو على فاي بي ان اللي هي قيمتها من فوق 0.491 طلعتها زائد 8 على 9 هذه 140 على 307 طلعت 0.896 طلعت طبعا من الأقل من واحد، أنا عندي أوكي يعني ساتسفايد ال شو اسمه المعادلات بتاعي اللي هي خاصة بال الانتراكشن ايكويشنز بتاع الخاصة بالبيم كولوم. هذه طبعا هي الحاجات هذه ما فيهاش مشكلة طبعا لما تكون كان اللود مع عندي كبير صغير يعني صغير اللود هذا الاكسيال فورسز يعني نتكلم عندي صغير، لكن لما تكون كبير تعتبر مش لازم ناخذ فيه حاجة ثانية، ناخذ المفروض ناخذ السكند اوردر بتاعي المومنت لازم ناخذه في الاعتبار بتاعي شنو هو هدايا. لاحظ انا تو افرض ان عندي مثلا بيم كولوم معرض الى يونيفورم لود مثلا الطريقه هذه، طبعا هنا بتاع هذه دبليو يو كان بنجيب المومنت بتاعي نلقى هنا المومنت بتاعي اللي هو ام يو حتساوي اللي هي دبليو يو ال سكوير على 8 على اساس ان هذا الطول بتاعي اللي هو ال يعني هذا طبعا اوكي هيك يعني اول ما كان ما عنديش مشكله، لكن لما تكون عندي تو هنا لود ان شنو صاير لي طبعا هنا نتيجه المومنت هو انا عندي صاير لي ديفليكشن هنا نتيجه اللود صار لي ديفليكشن بالطريقه هذه يتغير طبعا هنا اقصى حاجه حيكون هي في الم... في في المنتصف تو هذا البيم تاع هنا حتكون مثلا دلتا نقولوا هنا يعني مثلا نقولوا ممكن اي منطقه هنا حتكون واي يعني هو طبعا هاي طبعا هو قلنا امتى ما امتى تكون بي يو تساوي صفر معناها عندي ام يو تساوي دبليو ال سكوير على 8 وكوي ما عنديش مشكله، لكن لما تكون عندي بي يو لها قيمه اكبر من معناها اكبر من واحد صفر يعني ويا اخي حتى خلينا نقول كبيره لارج خلينا نقول لارج خير يعني مش حتى لان مرات صغيره ممكن تهملها يعني خلينا نقول الكلمه هذه انها تكون اكبر كبيره يبدا لاحظ انا نتيجته هو الديفليكشن انا كان جيت وناخذ قطعه مثلا جيت عند مسافه معينه هنا هيك مسافه اكس طبعا هنا اي منطقه عليها واي هي هنا يبدا هنا تو كان جيت هنا قطعت انا خديت هيك هذه بيو هذه حتى هنا ما كتبتهاش بيو
ما هي يعني هذا؟ قلنا هنا عندي طبعا في عندي شير غير ما فيش نوريه يعني تو هنا، ما يهمنيش تو نتكلم على حاجة تانية نبيها. في شير هو طبعا يعني على السبورت حد في بقوة هنا بتكون هي دبليو يو على ال. يعني طبعا قلت لك انا يبدا عندي كان في عند نقطة على اكس، يعني مسافة اكس حيكون مثلا نقول واي، يعني واي بهاي طبعا بتبدا في عندي اتزان، يبدا عندي القوة هنا حتكون بيو، ومفروض طبعا في عندي مومنت نتيجة شني ان هذا في اكسنتريستي هي نتيجته، هو الديفليكشن هنا تو بدا اللود مش جاي في السنتر مع بعض كله جاي هنا، لا نتيجه ان في عندي الترانسفيرس لود هذايا سبب لي معناها ديفليكشن، معناها بيسبب لي حتى هو هنا مومنت اللي هو قيمته مثلا اللي هو حيكون البي بي يو في واي. طبعا لما تجي هنا ناخذها في الاقصى منطقه حيكون هي بي دلتا، يعني معناها تو المفروض هنا أم تكون عندي بي لارج هني عندي من الأول، هي هذا كان حسبت الأول هو قلت ام يو اللي يساوي دبليو ال سكوير عليه 8، هذا نعتبره فيه هذا فيرست اوردر، فيرست اوردر مومنت عم تنجي نحسب الثانية اللي هي كان هذا حسبنا معاها. طبعا هنا كنا تو في الأخير هي بتطلع بي يو في واي، لكن هنا أقصى حاجة اليو قيمتها دلتا، يبدأ نتكلم على المنطقة الوسطية هنا بالذات، يعني بدها تكون اكس تساوي اللي هي إلا على 2، هل واي حتكون معناها عند اكس تساوي 2 يعني اكس تساوي إلا على 2 معناها الواي حتساوي دلتا، يبدأ عندي هنا قيمة المومنت هنا بي دلتا المفروض نضربها، هذا نسموه فيه اللي هو الجزء هذا طبعا هذا بي دلتا تو خدينا تأثيره، عم تخش معنا تأثير بي دلتا يبدأ هنا المومنت هو عم تكون حسبناه بالطريقة هذه، بس هذا يعتبر فيرست اوردر مومنت يعني، لكن دخلنا مع بي دلتا يبدأ هذا هذا تو بدي سكند اوردر مومنت ثاني، لأن دخلنا تو تأثير الديفليكشن اللي صار لي الديفليكشن خششناه في المعادلة متاعها هني باهي. طبعا هي العملية هنا عادة البيم كولوم من الصعب على تحليلها، يعني هو عادة البيم كولوم حيكون ديما هو نقولوا ستاتيكلي ديتيرمنت ستراكشر، معناها عادة بنحتاج لأجهزة كمبيوتر واحد باش نحلله بها يعني باهي. عندنا طبعا طريقة هنا هي نسمو فيها بي دلتا اناليسيز، طبعا انا عندي في دلتين دلتا هذه نتيجة ديفليكشن وفي عندي دلتا تانية، لكن هو المشهور به يبقى نسمو فيها بي دلتا اناليسيز، ما زالت نتكلم عليها هذه. طبعا بنتكلم على حالة ان هذا بريست، هو بريست ما عنديش الا دلتا هي نتيجة ديفليكشن، ان هذا مشدود معناته كانت نعتبر فيه انه جزء من فريم هذايا واحد، معناها في بيصير لي في عندي الثانية الدلتا هي نتيجة اللي هي ترانزليشن يعني نتيجة السايز سوي، لكن لما تكون عندي بريس ما عنديش الا هذه بي دلتا هي، لكن لما تكون امبريس يبدا عندي شو اسمه. طبعا عندي هذا بي دلتا اناليسيس معناها هو سكند اوردر اناليسيس، يعني تقولوا هذا يا معناها عندي هذا يعتبر سكند اوردر اناليسيس. عندي طبعا هي الثانية نقدر ندير هي ابروكسيميشن، يعني انت بنحلل يعني هذه ندير ابروكسيميشن معناها نجيب اللي هي فيرست اوردر اناليسيس وبعدين نضربها في امبليفيكيشن، امبليفيكيشن فاكتور يعني
طبعا عندي زوز امبليفيكيشن، يا اما كان نتيجه هدايا بس اللي هو الديفليكشن معناها حيكون واحد، هذا واحد. وكان طبعا بده يكون بريست معناها حيكون عندي امبليفيكيشن واحد، لكن بده يكون عندي سوي، في سوي اللي هو معناها بريست، يبدا عندي زوز اللي هو نتيجه الديفليكشن ونتيجه الساي سوي. ما هي اللي هي تو مثلا انا افرض انا عندي مثلا فريم زي هذا وصاير له بريسنج، دايرين له بريسنج يعني هني، هذا بريسد يعني. انا مش حيصير له سوي يعني، عندي مثلا افرض عندي هنا مثلا لود ترانسفيرس لود مثلا جاي في الوسط هيك مثلا، ولا يمكن حتى يونيفورم ولا حاجة باهي، ولا يبدأ شو بيصير له؟ هو طبعا نتيجة هنا مثلا المبر هذا نتكلم عليه بيصير له ديفليكشن، هذه بيبدأ نسموه فيها دلتا. يعني ما عنديش إلا طبعا هي بدأ هذا بريسد، معناها حيكون عندي بس ب بدلتا هي سمول بس يعني. لكن امتى يكون عندي طبعا الحاله امتى يكون امبريسد بالاضافه هديه، يبدا عندي حاجه اسمها هذا طبعا ما فيش بريسنج، ما درناش بريسنج يعني ام بريسد بيصير ساي سوي بالطريقة هذه. هنا شوي هيك هذا يسموه فيها دلتا كابيتال يعني كابيتال، بصير عندي دلتا ثانية اللي هي نتيجة هدية السوي، صار لولا نتيجة الديفليكشن هذه نتيجة السوي. يعني طبعا الزوز يبدا عندي صار في متى يكون هنا بالنسبه لي حيكون عندي بي دلتا هذه ديفليكشن، وعندي زائد اللي هي بي دلتا ثانيه نتيجه السوي متى يكون هذا. يبدا معناها كأن احنا عندي افرض منبر يبدا عندي هذا من الاول نعتبره كأنه بريست، ونشوف الواحد ونشوف الديفليكشن بتاعي هي دلتا، وبعدين شو اسمها نتيجة السوي هي دلتا. طبعا عادة معناها برامج يدير في عملية ايتريشن، شو بيدير هو تواني؟ طبعا نتكلم على فريم يعني ممكن يكون يعني جزء من فريم، شو يدير هو تو مثلا؟ خلينا لكن نتكلم على منبر واحد يعني، يجي هو كان في الوضع هذا يعني طبيعي يعني، مثلا هذا بالطريقة هذه مثلا عند افرض عندي حتى هي لا هني لاترال لود بالطريقة هذه، أول ما يدير هو الفيرست رن الأولى متاعها يطلع الشكل عندي بالطريقة هذه، ويحسب يلقى عندي دلتا يعني هي الشكل هنا، يبدأ في المنطقة هي يبدأ عندي اللود تحول كأنه هنا في اللود به، يبدأ يحسب فيه تو على أساس أن الوضعية هنا وعندي دلتا وياخذ في الاعتبار، وبعدين يدير رن ثانية هاي يبدأ بعدين ياخذ الوضع جديد هيك تاني هني هني يتحول لود هني، بعدين يبدأ مثلا تاني
هيك طبعا كل مره بينقص شويه، المفروض انه ينقص شويه كل مره ينقص لين يبدا يتلاشى، يعني بعد مثلا 5 6 الله اعلم، يعني حسب الايتريشن بتاعي يبدا يوصل هنا، يبدا ياخذها بعدين يبدا ما عادش في تاثير، يعني يبدا هذا وصلنا للحل بتاعي، يبدا هذا نسموه فيه احنا ايه سكند اوردر، يعني سكند اوردر اناليسز، يعني مش مره واحده راهو برن، يبدا نديره في عمليه ايتريشن سكند اوردر اناليسز، نديروا عملية ايتريشن. عدة مرات قديش دورة يدير الرن بتاعي بهي ال هذا بالنسبة للتو. طبعا احنا عندنا نستعملوا فيها تو اللي بناخدوها احنا بناخذوا اللي نجيبوا احنا فيرست اوردر اناليسيس اللي هو العادي اللي خذتوه يعني في هذه 300 اذا سموا فيه 203 و303 و403 هذه العاديه، هذه معناها اوردر اللي هي العاديه فيرست اوردر، ما نديروش في ايتريشن مش بنحلوا فيها مرتين وثلاثه، لا معناها مالي ولا سوا باهي، ونديروا عمليه بعدين اللي هي امبليفيكيشن للوحدات المومنت هذوما على الطريقة اللي بنستخدمها تو احنا حنستخدمها. انا كان عطيتك طريقة مثلا من الاول، قلت لك ان هذا مثلا الحسابات هذه جاية من سكند اوردر اناليسيز، ما تحتاجش لعملية امبليفيكيشن، يعني تطبق فيها البيو تامة تاخذها، الاميو تاخذها تامة، ما عادش تحتاج لامبليفيكيشن، لكن لو كان اعطيتك الفيرست اوردر معناها المفروض انك تدير عملية امبليفيكيشن للفاكتورز هذه. باهي طبعا الاي اي سي يعني عندي اعطيني عده طرق اللي هي نستخدمها مثلا باش نسمعها في عمليه الاناليسيز، عندي واحده مثلا اللي هي طريقه اللي هي دايركت اناليسيز، هي عندي فيها حاجتين، يعني اما تكون هي سكند اوردر أنا بيدخل بي دلتا بتاعي هي ويدير في عملية ايتريشن ويحسبها، هذا عادة بالكمبيوتر يعني سكند اوردر، يا اما بديرها ابروكسيميت للسكند اوردر، بدير ابروكسيميشن يعني شو بتدير، يعني امبليفايد اللي نديره امبليفايد، امبليفايد معناها بنكبره، معناها مثلا نجي نعطيك انا تو يعني الفيرست اوردر الاناليسيس نديروا لها امبليفايد، نعطي معناها بنكبر فيه، معناها الاكسيال فورس الناتجه من الفيرست اوردر الاناليسيس نديروا لها امبليفيكيشن تكبير، وهذا تو نشوفوه يعني امبليفايد فيرست مومنت اللي هي اوردر مومنت اند اكسيال فورس، طبعا الزوز مومنت اند اكسيال نديرو لنا تكبير، لا هي في الطريقه هي نستخدمو اللي هي الكي نتاع الافكتيف لينث بتاعي، الكي ال حتساوي ال، يعني معناها الكي تساوي 1، عرفناها هذه الكي ال، هذه نقولوا لها افكتيف لينث بتاعي، خديتوها في ال 307 في الكولومز 1، نبدا ناخذه في افكتيف لود، لا هنا بالنسبه لي متى في المهيا ناخذها ب 1، الكي تساوي 1 معناها الكي ال، لكن عندي الممبر ستيفنس is reduced نستخدم الاي اي ستار، هي هذه
هتساوي اللي هي بوينت 8 تاو اي اي يعني. نشوفوها هذه مش نتكلم عليها توا، هي غرنا بها التعريف بس الحاجة هذه فقط يعني توا. الطريقة الثانية اللي هي عندي طريقة اللي هي ذا افكتيف، اسمها ذا افكتيف لينت ميثود، حتى فيها نفس الشيء اللي درتها غادي، غير هنا تو من اسمها معناها هنا الافكتيف لينت ليه مع رقم، يعني المفروض ما نسويش بيه كي ما نسواش بيه واحد، لا بنحسبها حسابات صح من الاسم بتاعها. يعني يبدا عندي هنا اللي هي هنا عندي هنا حتى نفس الطريقه اللي فوق، هي عندي سكند اوردر معناها بنجيب بي دلتا دي نحسبوا فيها، وفي عندي الابروكسيميشن هي متاعي ابروكسيميت سكند اوردر، سكند اوردر هني حتى ما كملتهاش. معناها شنو بندير هني حتى هي نفس الشيء اللي بندير امبليفيكيشن لل شو اسمها امبليفايد فيرست اوردر، معناها ندير رن وحده هي مش ايتريشن، وندير بعدين بعد ما نطلع القيم هذه ندير لها امبليفيكيشن. سي الفورس طبعا هنا المفروض ان نجيب اللي هي في الطريقه هي معناها من اسمها هي الكي نحسبها، يعني نحسبها هنا عندنا كيف نعرفوها نحسبوها، يعني خديناها في شو اسمه في 307 يعني الكي must be determined. ال member stiffness هنا are not reduced يعني باهي. مازال عندنا اللي هي الطريقة اللي هي الطريقة متاع التاتا، هي the first order هي فقط، هي ما عندي analysis هي is simplified version of the direct ميثود. لكن هي تبي شروط معينة لازم تتحقق مش نطبقوها، يعني تبي شروط بشروط. ما هي هنا بالنسبة لي الكي حتساوي واحد، يعني الكي يعني معناها الكي ال تساوي ال، يعني الاي اي حتى هي not reduced. ما هي طبعا معناها بالطريقه هي هذه شو اسمها ال طبعا شنو هي المعروض تحتاج الى معناها شو اسمها امبليفيكيشن، معناها المفروض ان ندير امبليفايد للفورسز نتاعي، يعني امبليفايد في شو اسمها فيرست
order moment. And axial force. على الطريقة الثالثة شو اسمها؟ الأولات عندي الزوز يعني يندروا تقدر تديرهم في فيرست أوردر ولا سكند أوردر، لكن الثالثة اللي هي سمبليفايد واحدة اللي هي تستخدم فيرست أوردر في أناليسيس، يعني تدير رن واحدة مش بدون أيتريشن باهي ولا، لكن تحتاج طبعا حتى هي لأن قلنا بتكون عندي فيرست أوردر ما نحتاج لازم ندير أمبليفيكيشن. باهي كيف ندير الأمبليفيكيشن يعني تو هذا اللي بنتكلم عليه تو. اللي هو افرض ان عندي مثلا اني عندي بين بالطريقه هذه في مادن بايد في عندها انيشيال ديفليكشن، ممكن يكون نتيجة ممكن هنا يعني يمكن يكون لود ما بنتكلم مش حنتكلم عليه، خلينا نقول معناها ممكن يكون نتيجة ان ترانسفير لود هيك، ولا يكون نهايات مومنت في مومنت مهم في عندي صاير لها ديفليكشن، يعني خلينا نقول عندي ما عند مسافة اكس هنا هنقول هدية واي نوت أقصى حاجة حتى هو اللي في الوسط حيكون هنا يعني حتكون سميها اي مثلا، طبعا هذا كل المنبر ال يعني باهي. طبعا افرض اني تو هنا ال طبعا هي خليني افرض اني طبقت اني حطيت لود هنا بي يعني شو بيصير؟ طبعا طبعا هنا ما عندي مومنت من الاول بيصير مومنت ثاني بيبدا يصير عندي ديفلكشن ثاني نتيجه هدايا اللود من فوق هي يبدا عندي يبدا ياخذ نتيجه اللود هدايا بعد ما تحطينا اللود هدايا طلع عندي حاجه زي هذه يبدا عندي حتى هو هدايا واي خلينا نسموه واي عند اي اكس ما واي عندي مثلا عند النقطة هي نسميه واي ماكسيمم باهي ال انا بالنسبة لل الكيرف الاول الانيشال اللي هو صاير هذا الديفليكشن الاول نقدر نعبر عليه انه كانه على شكل صورة ساين، يعني نسميه ساين في باي اكس عليه ال. لاحظ تو كده طبقت الاكس تساوي صفر حيكون عندي صفر هنا، اما تكون الاكس عند ال على 2 حيكون ال على 2 معناها تبدا باي على 2 تبدا ساين تساوي 1 معناها اللي هو حيكون اي ال ام تجي يعني في عند في النهايه هنا نطبق الاكس على ال يبدا ال على ال تمشي تبدا ساين باي اللي هي بصفر يبدا تحقق، يعني معناها ممكن شروط نقدر معناها صار نقدر نكتب عليه صوره ساين باهي وضحوا ال. طبعا انا تو كان بال دي وضع ثاني دي واي تربيع هذا واخذينها انتو دي واي دي تربيع واي اكس تربيع اللي هي كيرفتشر نتاعي شو تساوي ناقص ام على اي اي هذه واخذينها في ستراكشر، يعني انا نتكلم يعني هنشوف المومنت انا تو نتاعي اللي بنتكلم حتى واللود موجود يعني تو المومنت موت عند منطقة اكس يعني قلنا احنا تو هذه الانيشيال الديفليكشن اللي صاير من الاول نتيجة هي اي عوامل ممكن قلنا يا ما يكون حتى ترانسفير سلود يا ما يكون عندي اند مومنت يعني في النهايات الطرفين نتاع يبدا هذه عندي مسافة اكس وبعدين نتيجة طبعا الهدف الاول كان بدون لود موجود لكن بعد ما حطينا اللود نتاعي هذا اللي فوق الاكسيال فورس بدي عندي
واي تانية. يبدأ هنا عندي كان بيجيب المومنت بتاعي هو تشي يساوي اللي هو إما هنا هتساوي بي مضروبة في واي نوت زايد الواي. يبدأ عندي هنا إم تساوي البي مضروبة في واي نوت زايد الواي. طبعا هنا نقدر بعدين تاني عوضت هنا في المعادلة متاعي دي واي تربيع دي تربيع واي دي اكس تربيع تساوي ناقص المومنت هنا قديش قيمته هدايا بنعوض هنا. يبدأ نقدر نطلع هدية ناقص بي على اي اي مضروبة في الواي نوت زايد الواي. طبعا هذه differential equation second order differential equation، لكن لانهم يجيني يعني تو نقدر نكتبها في الصورة هذه هي دي تربيع واي دي على اكس تربيع زايد اللي هي بي على اي اي في واي، وهذه تبدأ تساوي ناقص بي على اي اي واي نوت. هذا كان هوموجينيس يبدأ هنا صفر، لكن هي مش هوموجينيس لان عندي فيها تيرم من تاني باهي. طبعا هي نقدر معناها يبدأ نعرفها من ستراكشر يعني الرياضة أربعة تقريبا نقدر نكتب شو اسمها الديفليكشن تلقاها في الصورة هذه، يعني الصورة الواي نقدر نكتبها في الصورة هذه، نقدر نكتبها على صورة ساين حتى. هي يبدأ هي عندي بي نقول هذا المعامل متاعي يعني كونستنت مضروب في ساين باي اكس على ال، هذا يحقق لي معنى المعادلة متاع الكيرف يعني نفسها هي كان طبق فيها. طبعا عندي هنا مش نبي نجيب البي، هي عندي باوندري كونديشن يعني عندي نعرف ان عند اكس تساوي صفر، عند الصفر هي عندي سبورت الواي تساوي صفر اللي هو ديفليكشن، يعني الواي ديفليكشن يساوي صفر، وعندي حتى هي اكس ال هتساوي الواي حتى هي تساوي صفر. باهي طبعا هنا تو كان هي فاضلتها مرتين، فاضلتها وعوضتها هنا بالمعادلة متاعي نفاضلها مرتين الا ونعوض هنا. يبدأ هي طبعا هنا من الأول تبدأ كوساين وتطلع بعدين القيمة متاع باي على ال، وبعدين مرة تانية اللي تطلع بناقص كوساين، بعدين تبدأ نعوضها تانية تطلع ساين، وتبدأ هذه باي تربيع على ال. يبدأ تبدأ نقدر نكتبها على الصورة هذه ونعوض نعوض بها ونعوض في المعادلة الثانية هذه. يبدأ عندي باي تربيع على ال تربيع بي ساين باي اكس على ال، وهنا زائد بي على اي بي يتساوي هنا ناقص بي اي على اي اي ساين باي اكس على ال. يبقى طبعا كان عوضنا بالباوندري كونديشن بتاعي هنا نقدر نطلع قيمة اللي هي البي هتساوي اي اللي هو في البي على بي ناقص واحد. يبدأ هذا اللي نسموه فيه اللي هو بي اي اللي هو اويلر باكلينج لود اللي هو حيساوي هي باي تربيع اي اي الى التربيع، هذا قيمته. يبدأ تو هنا نعوض نبدأ الواي بالقيمة هي، نرجع هنا للمعادلة متاعي هي عندي يبدأ عندي الواي شو تساوي اللي هي
هني هذه البي قيمتها اي عليه بي اي عليه بي ناقص واحد. خلينا نديرها مضروب في الساين باي اكس عليه ال. طبعا عندي هنا ماكسيموم ديفليكشن هو متى يكون مثلا في المنطقة وين هي متى عندي اكس تساوي الا على 2. يبدأ كان نعوض هنا الا على 2 ال شو اسمه يبدأ عندي الا على 2 تبدأ هذه ب واحد، يعني تبدأ عندي كأن الواي تساوي ماكسيموم. هذه معناها عند الماكسيموم هي حتساوي اي عليه اي تساوي بي عليه بي ناقص واحد.